لكن لا يفتح بابا مغلقا، مش يفتح الخزنة ويسرق. يعني ورد على عهد الرسول أن الرسول وكل أبا هريرة بحفظ زكاة الفطر، فكان الشيطان يأتي يأخذ من التمر، تمر الصدقة، لكن قد قال الرسول أيضا الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ولماذا يسرق منك؟ يروح البنك يسرق الفلوس كلها اللي في البنك. سبحان الله، فعلا بحس ان في سرقة بتحصل. ما في البيت حرامي عندك؟ البيت عندك فيه حرامي، تأكد يعني. لا لا لا، انت علام الغيوب. لا بس على اهلي. لا كنت علام الغيوب ايضا، اما انك تنسى في البيت حرامي. طب عندنا يجوز ان احنا مثلا نحط فلوس ورأيك من البنك يسرقها برضه الشيطان، ولا يعني هتهرب منين يعني؟ مش هيخاف من الشيطان يا عم الرشيد. الله المستعان. إذا كنت تخشى عليها من السرقة جاز لك حفظها، وإن أخذت فوائد أخرجها على سبيل التخلص منها للفقراء، أو لا تأخذ من الأصل.